بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم الى برنامج المسافه الاجتماعيه الذي ينتج ويبث بشكل مشترك بين قنوات تلفزيون قطر وقنوات الكاس وكذلك قنوات الريان واذاعه قطر فاهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقه الخاصه من برنامج المسافه الاجتماعيه والترحيب ايضا موصول بزميلتنا للغه الاشاره رحاب توكل نعم كما نوه زميلي سالم هذه حلقه خاصه لاننا سنحاول حصر جميع اسئلتكم من خلال لقاء واحد مع الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم المجموعه الاستراتيجيه الوطنيه للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 وتسليط على الانجاز الطبي القطري المتمثل في نجاح عمليه قلب مفتوح لمريض مصاب بفيروس كورونا اهلا بكم مشاهدي الكرام وقبل يعني ان نستهل حلقتنا لهذا اليوم وهو نهاية الأسبوع ننوه أن برنامج المسافة الاجتماعية سيبث بدءا من الأسبوع القادم بالأيام التالية الأحد والثلاثاء والخميس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء وأن يعني ما تحتاجون حتى البرنامج المسافة الاجتماعية يعني يرفع هذا الوباء نهائيا وليس هناك لا مسافة اجتماعية ولا تباعد اجتماعي زملائي سالم نعم الحمد لله اه بما ان اليوم يعني يوم الخميس نعم ايش رايكم نطلع خبر نطلع لقاء ايش رايكم؟ اتوقع عندنا اول شيء الاحصائيه واتوقع انها هي اهم يعني الارقام اللي دائما نستهلها يوميا في بدايه برنامجنا برنامج المسافه الاجتماعيه ومن خلالها عبد الله عبد الرحمن نوضح عدد الاصابات وعدد المتعافين وطبعا هي نسبه وتناسب كلما قلت نسبة الإصابات كلما كان هناك التزام أكثر بالإرشادات وكذلك بالقوانين نعم إذا نطلع عبد اليوم ما عندنا حالة وفاة ولله الحمد كإحصائية ورقم يدعو للتفاؤل بإذن الله عندك عبد الرحمن خلنا نشوف إحصائيات اليوم عن كوفيد 19 نعم مشاهدي الكرام نبتدا بالخبر كالعاده في كل حلقاتنا بهذا الخبر الذي يقول ان اعلنت وزاره الصحه العامه عن تسجيل 1581 حاله اصابه جديده مؤكده بفيروس كورونا كوفيد 19 وتعافي 1926 شخص من المرض وذلك في ال 24 ساعه الاخيره ليصل اجمالي عدد حالات الشفاء في دوله قطر الى 39468 حاله كما سجلت الوزاره ايضا خلال ال 24 ساعه الاخيره ادخال 14 حال للعنايه المركزه بسبب المضاعفات الصحيه الناتجه عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 239 حالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيهم اللهم أمين طبعا مشاهدين الكرام لو رجعنا للشاشة وكذلك الأحصائيات والإصابات وعدد الوفيات على مستوى العالم نرى أن هناك الحقيقة يعني من وجهة نظري نزول في عدد المصابين وكذلك ارتفاع في عدد المتعافين وهذا مؤشر باذن الله ايجابي على يعني من خلال الايام المقبله سوف تكون باذن الله بدايه لانفراجة وكذلك انجلاء هذه الازمه عبد الرحمن ممكن تطلعنا على الاحصائيات اللي خلفك عبد الله سالم انتم لو تلاحظون يعني الان البرازيل يعني تصدرت المشهد يعني صحيح لو تذكرون لا, لا صحيح المرض ابتدى من الصين بدأ يزحف إيران، بعدين دخل على أوروبا، صح إيطاليا، صح إسبانيا، صح ثم انتقل، سافر عبر المحيط إلى أمريكا، ثم نزل يعني من نيويورك وصل إلى البرازيل، فسبحان الله لعل يعني يعني يذهب في مثلث برمودا الذي يقع في جنوب القارة الأمريكية نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء، طبعا سالم يعني مثل ما ذكرنا هو أعجب الارقام الموجوده عندنا مشاهدينا الكرام هو نسبة الوفيات لدولة المانيا، جمهورية المانيا اقل عسب اقل نسبة وفيات في المنطقة الخطرة، يعني هي تقع قريبة من اسبانيا، قريبة من ايطاليا، قريبة من بريطانيا، ولكن هناك رعاية صحية ربما تتشابه مع اهتمام دولة قطر في المواطن والمقيم، لان قطر ايضا تعتبر رقم واحد في اقل نسبة عدد وفيات في العالم صحيح. صحيح, أيضا نوه بأن ممكن الأرقام نراها عبر الشاشة هي كبيرة من ناحية حالات المصابين أو حتى حالات الوفاة ولكن ما يدعو للتفاؤل أن في دول كثيرة الآن بدأت تدريجيا بالعودة لحياتها وفتح بعض المدن ومثل ما ذكر زميل سالم وزميل عبد الرحمن أن حالات الشفاء بدأت تزداد يوم بعد يوم حتى عندنا في قطر ولله الحمد مما يدعو للتفاؤل إن شاء الله بأن هذا الوباء قريبا بإذن الله سننتصر عليه نعم بإذن الله يكون هناك انفراجة وتنجلي هذه الغمة على الأمة مشاهدينا الكرام كما نوه لكم في بداية هذا البرنامج أن هناك لقاء خاص أجراه الزميل محمد الأنصاري مع الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للفيروس فيروس كوفيد 19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 لنتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مع الدكتور عبد اللطيف الخار رئيس مركز الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية حول آخر ما يتعلق بفيروس كورونا كوفيد 19 في دولة قطر دكتور بداية نرحب فيك في هذه المقابلة لقد مرت أكثر من ثلاث أشهر على تسجيل اول اصابه مؤكده بفيروس كورونا في دوله قطر. ما هو الوضع الحالي للفيروس في البلاد؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللاخوه المشاهدين. كما تفضلت حضرتك ان الفيروس صار له اكثر من ثلاث اشهر في دوله قطر. ومن انتشار الوباء داخل الدوله. والاعداد من ذاك الوقت طبعا في تزايد مستمر. حتى وصلنا إلى يعني أعداد قريبة من الألفين إصابة يتم اكتشافها بشكل يومي فيما يتعلق بالحالات بشكل عام أخذت يعني في الاستقرار في معدل فيما يتعلق بمعدل الإصابة حيث وصلنا إلى مرحلة أن لا يوجد هناك زيادة كبيرة يومية في الحالات بالاضافه الى اننا لاحظنا في, الأو... في الايام الاخيره ان معدل الاصابات الاسبوعيه بشكل عام وصل الى مرحله الى يعني نقدر نقول فيها ان يعني مرحله من الاستقرار وهناك ايضا مؤشرات على ان اعداد الحالات التي تستدعي الدخول المستشفى اخذت في الانخفاض قليلا بالإضافة إلى أعداد الحالات التي تدخل إلى العناية المركزة حيث يعني تجاوزت العشرين حالة يوميا على مدى الأيام الماضية ثم بدأت بالانخفاض قليلا في, في الأيام الأخيرة وهذه المؤشرات يعني بشكل عام مطمئنة نوعا ما ومشجعة وهذه يعني تدل على أن الإجراءات التي تم تطبيقها سواء من القرارات اللي اتخذتها الحكومة أو الإجراءات الوقائية اللي طبقتها وزارة الصحة والحملات الاستقصائية في التحري عن الحالات المصابة والكشف المبكر عليها وزيادة الوعي بين الجمهور كلها ساهمت في تخفيف عدد الحالات والوضع اللي وصلنا عليه الآن وأيضا ساهمت بشكل كبير في التقليل من عدد الإصابات المحتملة اللي كان ممكن تكون عليها اليوم لولا آه هذه الإجراءات فبشكل عام يعني آه نستطيع نقول أن آه إحنا آه وصلنا آه أعلى الموجة وأن هناك نوع من الاستقرار في عدد الإصابات اليومية وأن لاحظنا أن هناك في انخفاض في مؤشر الحالات الحاده التي تستدعي دخول المستشفيات وهناك مؤشر يعني نوعا ما مطمئن ومبكر شويه يعني انه يمكن هناك يكون في انخفاض بسيط في اعداد الحالات التي تدخل الى العنايه المركزه لكن ستوضح الرؤيه اكثر خلال الاسبوعين القادمين ان شاء الله. نعم دكتور شهد التغيير الذي أجري على سياسة خروج المرضى من المستشفى الأسبوع الماضي شهد زيادة في عدد المرضى المتعافين من الفيروس هل من الممكن التوضيح هذا التغيير الذي أجري على السياسة؟ نعم في بداية ظهور الوباء في دولة قطر انتهجت وزارة الصحة سياسة الحذر ألا وهي أن الشخص المصاب قد يكون قادر على نقل الفيروس إلى الآخرين لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع وهذا الكلام منذ أكثر من ثلاث أشهر في ذاك الوقت لم توجد هناك معلومات كثيرة عن ديناميكية الفيروس ومدى قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس لأن كان الفيروس يعني يظهر حديثاً بيكون صار يمكن شهر ونص من انتشاره في العالم فلم تكن هناك معلومات طبيه وعلميه كافيه تبين بشكل واضح الفتره التي يبقى فيها الانسان معدي للاخرين فوزاره الصحه في ذلك الوقت اتخذت قرار وكان قرار صائب انها تكون فتره العزل قد تصل الى اربع اسابيع او عندما يتخلص المريض من الفيروس وعندما تصبح نتائج الفحص عنده سلبية بعد ما كانت إيجابية ويجب أن يتم التأكد من ذلك مرتين متتاليتين بعد مرور أسبوعين على الأقل من الإصابة كان هذا في البداية لكن في خلال الثلاث أسابيع الماضية ظهرت بعض المعلومات الطبية والعلمية التي تشير إلى أن بعد عشر أيام من الإصابة بالفيروس إذا كان الإنسان ما عنده أعراض أو أعراضه خفيفة فانه تقريبا بعد عشر ايام من الاصابه الفيروس الموجود في الافرازات افرازات الجهاز التنفسي يكون فيروس ميت ويكون الانسان ما عنده قدره على نقل هذا الفيروس الى الاخرين لان الفيروس ميت. والسبب في ان الانسان يستمر في افراز هذا الفيروس بالرغم من انه ميت لان الفيروسات هذه تعيش داخل خلايا الجهاز التنفسي. خلايا الجهاز التنفسي بالرغم من أن الفيروس أصبح ميت فيها بعد فترة عشر أيام بعد مرور فترة عشر أيام أو أسبوعين إلا أن بقايا الفيروس ما زالت موجودة داخل هذه الخلايا وهذه الخلايا بحكم تجددها بشكل يومي فتظل بقايا الفيروس في الإفرازات التنفسية لفترة قد تصل إلى أسبوع أو أسبوعين أو حتى ثلاثة بعد التخلص من الإصابة فهذه المعلومات الطبية الجديدة يعني طمأنت العالم إلى أن يعني ممكن بعد عشر أيام من الإصابة إذا كان الإنسان ما عنده أعراض أو اختفت الأعراض إن بالإمكان إخراجه من العزل وعودته إلى منزله وزارة الصحة زيادة في الاحتياط جعلت هذه المدة على الأقل 14 يوم بدون الحاجة إلى عادة الفحص هذه في الحالات الخفيفة أو التي لا توجد لديها أعراض هذا أدى إلى تغيير في تعريف المتعافين فبدل ما كان يعني نعزل الشخص أربع أسابيع أو ثلاث أسابيع أو حتى يصبح تصبح العينات الجهاز التنفسي سلبية أصبح خلاص أنه من يمر عليه أسبوعين يستطيع الخروج اذا ما كان عنده اعراض وان يعني يلزم في منزله مد فتره اسبوع اضافيه زياده في الاحتياط. فهذا نتج عنه خروج يعني المئات والالاف من المصابين من العزل ورجوعهم الى منازلهم بدون ان يشكلوا اي خطوره على بقيه افراد المجتمع. وهذا ايضا المعلومات الطبيه الحديثه هذه صاحبها تغير في آخر التوصيات العالمية والإرشادات العالمية فيما يتعلق بهذا الشأن بحيث أن منظمة الصحة العالمية الآن صارت يعني تعطي نفس الإرشاد والنصيحة وكذلك مركز مكافحة الأمراض الأمريكي وأيضا مركز مكافحة الأمراض الأوروبي أن بعد مرور عشر تقريبا عشر أيام من الإصابة إذا كان الشخص ما عنده أعراض يمكن أن يخرج من العزل لكن هذا لا ينطبق على الناس التي الذين تستمر عندهم الاعراض بعض الحالات المصابه تستمر الاعراض عندهم فتره اكثر من عشر ايام يكون عنده كحه مستمره وسخونه مستمره والتهاب ما زال في الرئه واضح قد يحتاج الى العلاج لفتره اكثر من عشر ايام او اكثر من اسبوعين بعض الاحيان او قد يكون بعض الحالات في العنايه المركزه هذا لا ينطبق عليهم هذا التعريف تعريف التعافي هذا لا يحتاجون ان يستمرون في العزل ويستمرون في اخذ العلاج الى ان يقرر الطبيب المعالج انه حان الاوان لفك العزل. لكن كما تعرفون فان 80 الى 90% من الحالات المصابه بالفيروس هي حالات خفيفه او بدون اعراض. فمعظم الناس المصابين في قطر بالفيروس ينطبق عليهم رفع العزل والخروج والعودة إلى المنزل بعد أسبوعين من الإصابة بالفيروس نعم. تعتبر دولة قطر من الدول التي لديها أقل نسبة وفيات ناجمة عن كوفيد-19 على مستوى العالم لكن العدد هذا كان فيه ازدياد خلال الأسابيع الماضية لماذا؟ هو طبعا يعني كل وفاه يعني تعتبر خساره كبيره لكن والحمد لله فعلا كما تفضلت نسبه الوفاه في دوله قطر تعتبر من اقل نسب الوفاه في العالم واحنا شبيهين بسنغافوره من هذه الناحيه نعز السبب عدد الوفيات القليله الى عده امور اهمها اجراءات الصحه وزاره الصحه العامه والقرارات اللي اتخذت الدوله في الحد من انتشار الفيروس في المجتمع بحيث لا يصل الى الفئه الاكثر عرضه لمضاعفه الفيروس الا وهم الناس الكبار بالسن والناس اللي عندهم امراض مزمنه. فالاجراءات الوقائيه والاحترازيه والقرارات اللي تم تطبيقها منعت الفيروس أن يصل إلى هذه الفئة من الناس بشكل فعال والدليل أن عدد الإصابات بين الفئة, الفئة السنية الكبيرة والناس اللي عندهم أمراض مزمنة هي قليلة ولله الحمد فهذا حمى الفئة الأكثر عرضة في المجتمع من أن يصيبهم الفيروس وبالتالي يؤدي إلى نسبة عالية من الوفيات السبب الآخر هو ان الكم الاكبر من الناس المصابين في دوله قطر هم من فئه الشباب. وف... وفئه الشباب يعني 90% من الوقت يتعافون من الفيروس بدون علاج. ان مناعتهم تساعدهم. هذا طبعا ما يعني انهم ما راح تصيبهم بعضهم ما راح تصيبهم تعقيدات لا في بعض الحالات اللي هم اقل من ثلاثين سنه اللي اصابتهم مضاعفات شديده ودخلوا العنايه المركزه. لكن بشكل عام فئة الشباب هم أقل عرضة لتعقيدات أو مضاعفات الفيروس وهم يشكلون النسبة الأكبر من الإصابات في دولة قطر السبب الثالث هو الكشف المبكر والعلاج المبكر الأدوية اللي يتم استخدامها في علاج الفيروس هي مجموعة من الأدوية نعتقد أن في فائدة منها حتى الآن يعني من من التجارب من الخبره الكلينيكيه مع استخدام هذه الادويه نرى ان في استجابه. فالعلاج المبكر يحمي العديد من المرضى انهم تتطور حالتهم الى ان تصل الى حاله يعني سيئه او تمنع المضاعفات من انها تحدث. واحنا حاليا ما زلنا يعني نستخدم نفس الادويه اللي بدينا فيها. وقمنا باجراء بعض التعديلات على هذه الادويه، وما زلنا ننتظر الدراسات اللي سوف يتم نشرها في المستقبل اللي تقارن الناس المرضى اللي يتم اعطائهم الادويه مقارنه بالناس اللي ما يط... ما يتم اعطائهم هاي الادويه، واذا كانت فعلا فعاله فنحن راح ان شاء الله نستمر فيها. السبب الرابع هو وجود العدد كافي من الاسره سواء للحالات الحاده، او للحالات الحرجه وهذا يعني طبعا جاب بسبب الجهد الكبير اللي قامت به وزاره الصحه بتوفير الموارد الضروريه للقطاع الصحي الطبي الحكومي بالذات المتمثل في مؤسسه حمد الطبيه والتي قامت يعني بجهد كبير وجبار في توفير عدد كبير جدا من الاسره للحالات الحاده وللحالات الحرجه في المستشفيات المختلفه المخصصه لوباء كورونا. فوجود عدد كافي من الاسره والطاقم الطبي والتمريضي للعنايه المركزه ساهم بشكل كبير في تخفيف عدد تقليل عدد الوفيات الناجمه من الاصابه. بالاضافه الى ان هناك بعض الادويه اللي نعتقد انها فعاله التي يتم استخدامها في العنايه المركزه. وبعض الوسائل العلاج الجديده والحديثه التي ايضا تم تطبيقها في العنايه المركزه والتي يعني والمش والتي نعتقد انها ساهمت ايضا في تقليل عدد الوفيات، فكل هذه الامور مجتمعه ساهمت في تقليل عدد الوفيات ولله الحمد في دوله قطر. لكن يعني احنا نتوقع انه راح يكون هناك وفيات اضافيه أه كل ما يمر يوم أو كل ما يمر أسبوع لا بد أن يكون هناك وفيات لأن الفيروس أه ما زال أه على نفس الشدة وما زال هناك الكثير من الناس اللي هم عرضة لمضاعفات الفيروس بالذات الكبار في السن وإذا استطاع الفيروس أن يوصل لهم الكبار في السن أو اللي عندهم أمراض مزمنة لا بد أن ذلك يعني ينتج عنه زيادة في عدد الحالات التي تدخل إلى العناية المركزة وبالتالي سوف يؤدي إلى زيادة في عدد الوفيات فالفيروس موجود ما راح يروح عنا يعني بسرعه الا يعني ان شاء الله في حال ظهور تطعيم في المستقبل. فيعني ان كون عدد الوفيات راح يزيد مع مرور الوقت هذا امر وارد والناس الشباب آه يجب ان يعني ياخذوا ايضا آه الموضوع آه الفيروس آه على محمل الجد لان هناك كما ذكرت بعض الحالات من الشباب ينتهي بهم المطاف الى دخول العنايه المركزه وكما تعلمون في بعض الحالات حالات الوفاه عندنا اقل من 30 سنه وحتى اقل من 20 سنه، لكن بشكل عام ولله الحمد ما زالت نسب الوفيات عندنا منخفضه في دوله قطر. الحمد لله. تعتبر دكتور شريحه السكان في دوله قطر هي شريحه متنوعه تضم العديد من الجنسيات، هل يؤثر هذا الفيروس على المجموعات المتنوعه بطرق مختلفه؟ كما هو معروف أن وبائيات الفيروس تختلف من بلد إلى آخر وتختلف من منطقة إلى أخرى على, على حسب حجم البلد وعلى حسب التركيبة السكانية داخل البلد فبين مثلا على سبيل المثال بين فئة العاملين المهرة العاملين في البناء وفي مجال التنظيفات والخدمات اللي هم يشكلون أعداد كبيرة في أي دولة في منطقة الخليج هذه بشكل عام وبائيات الفيروس بينهم مختلفة عن وبائيات الفيروس بين القطريين والمقيمين وأفراد أسرهم حيث ان بين الفئه الاولى في انتشار اكبر للفيروس بينهم وان نسبه اكبر منهم مصابين بالفيروس من الفئات الاخرى فانتشار انتشار الفيروس بين الفئه الاكبر اللي هي اللي ذكرت الفئه يعني العمال الماهره بدا المؤشر يعني يصل مستويات ثابته كما ذكرت يعني سابقا وايضا هناك يعني مؤشرات كما ذكرت ان يعني الحالات باديه في الاستقرار او يمكن في الانخفاض قليلا. لكن فيما يتعلق بالوبائيات الفيروس بين القطريين والمقيمين واسرهم ما زال النسبه الاكبر من هذه الفئات عرضه للفيروس لان معظم يعني اكثر من 90% من هذه الفئات الثانيه القطريين والمقيمين اكثر من 90% ما اصابهم الفيروس فمعظمهم عرضه للاصابه بالفيروس فيجب على القطريين والمقيمين ان يكونون اكثر حذر بحيث يمنعون الفيروس من الوصول اليهم ومن ثم وصول وصوله الى الناس اللي هم اكثر عرضه لمضاعفات الفيروس اللي هم الكبار في السن والمصابين بامراض مزمنه والذين يعني طبعا يتركزون بالذات في بين يعني اللي هم يعني الفئات القطريين وفئه الوافدين يعني اللي اللي فيهم الناس اللي اكبر من 60 سنه والناس اللي عندهم امراض مزمنه مثل السكر والضغط وامراض القلب والسرطان وامراض الرئتين واللي يتناولون ادويه مثبطه للمناعه واللي يكون عندهم مثلا زراعه اعضاء مثل زراعه الكلى يعني هذه الفئات الفئتين هذه بالذات يعني هم حتى الان عرضه للفيروس ويجب ان ياخذوا حذرهم مش فقط يعني في الوقت الحالي يجب ان ياخذون حذرهم على المدى القصير والمتوسط والطويل وحتى نهايه العام لان الفيروس ما راح يروح حتى لو تم تخفيف مثلا الاجراءات الاحترازيه وبدات الحياه تدب يعني تدريجيا الى طبيعتها وبدات الاعمال ترجع بشكل يعني متدرج الى طبيعتها، هذا ما يعني ان الفيروس قد زال وخطر الفيروس قد زال، ما زال الفيروس موجود، ما زالت هذه الفئات عرضه للفيروس وما زالوا الكبار في السن والمصابين بامراض مزمنه عرضه لمضاعفات الفيروس. فكون ان الفيروس بدا يخف يعني في الفئات في فئة العمالة الماهرة اللي هي تعتبر مجموعة نسبة كبيرة من السكان هذا شيء جيد ويطمن لكن هذا لا يعني أنه يعني خلاص أن ممكن الإنسان يقلل من حذره وإن أو يقلل من تطبيق الاحترازات اللي تحميه من الفيروس طبعا أهم الاحترازات هي البعد الاجتماعي اللي ترك مسافة آمنة بين الآخرين لبس القناع خارج المنزل والمحافظة على نظافة اليدين تجنب التزاور والاختلاط الأسري تجنب الخروج من المنزل الضرورة وحتى بعد رفع الحظر التجريجي نفس الإجراءات الاحترازية يجب أن تظل والا سيجد القطريين والمقيمين نفسهم مصابين بالفيروس ينتشر بين افراد اسرهم وفي النهايه قد يصل الى اسرهم الممتده يعني ينتقل من منزل الى منزل بحكم الزيارات الى ان يصل الى الكبار بالسن والناس المصابين بامراض مزمنه واللي بينتهي فيهم المطاف الى العنايه المركزه لا سمح الله لا سمح الله دكتور هناك نقاش يدور على مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع اللوم على المواطنين والمقيمين في انتشار الفيروس ما رأيكم بذلك؟ هو طبعا يعني لا أحد يلام على انتشار الفيروس والكل عرضة للفيروس سواء القطريين والمقيمين أو يعني العمال الوافدة الكل عرضة للفيروس كبير وصغير أه مصابين بامراض مزمنه والغير مصابين بامراض مزمنه، الكل يعني قد يقع ضحيه للفيروس، ولا يلام احد يعني لاصابته بالفيروس ولا يعتبر ذلك وصمه يعني هذا يعني هذا يكون قدر الانسان ان اصابه. أه لكن يعني احنا أه لما نوجه كلامنا من خلال تلفزيون قطر يعني وال وإذا عاد قطر، احنا نتكلم بالعربي وعادة رسائلنا تكون موجهة للناطقين بالعربية، لهم من القطريين والمقيمين يعني من الناطقين بالعربية، فيمكن يعطي هذا انطباع أن احنا مركزين عليهم وتاركين مثلا الفئات الأخرى العمالة على سبيل المثال، لا طبعا هذا يعني مش حقيقي وهذا التركيز ما معناه أن احنا نلوم القطريين أو نلوم المقيمين على انتشار الفيروس. وناسين العماله، العماله في هناك كثير من الجهود التي تمت يعني والتي ما زالت مستمره في توصيل في تثقيفهم وتنويرهم وتوعيتهم في كيفيه الحد من انتشار الفيروس وهذا يتم بلغاتهم من خلال محطات اذاعيه مخصصه بلغاتهم، سوشيال ميديا مواقع تواصل اجتماعي مخصصه بلغاتهم. لكن فيما يتعلق بالقطريين والمقيمين احنا يعني نعتقد ان معظم من معظمهم معظم الناس ملتزمين بالاجراءات لكن هناك في يعني نسبه قليله لم تلتزم بالاحترازات والنصائح والاجراءات وخصوصا في رمضان وفي العيد قاموا بالتزاور، قاموا بتناول الافطار بشكل جماعي اكثر من منزل يجتمعون في منزل واحد يتناولون السحور أكثر من عائلة يجتمعون في منزل واحد، جلوس في المجالس يعني بدون ما يلفتون الأنظار، وهذا تسبب في انتشار للفيروس وتسبب في زيادة نسبة الإصابة بين القطريين وبين المقيمين عدة أضعاف مما كان عليه قبل رمضان، يعني بين القطريين تضاعف تضاعفت نسبه الاصابه عده مرات مقارنه بقبل رمضان والسبب انه يعني نسبه محدوده من المجتمع من القطريين من المقيمين ما التزموا بالنصائح وما يعني اخذوها ماخذ ما الجد. هذا نتج عنه اصابه بين بين مجموعه من الاسر في اكثر من منزل اصاب الاطفال، اصاب الام والاب، اصاب الجد والجد وانتهى المطاف بعضهم الى دخول المركزه. وادى ايضا الى حدوث وفيات بسبب الاختلاط في رمضان في بعض الناس اللي يعني توفاهم الله الله يرحمهم خلال الاسبوعين الماضيين بسبب التزاور والاختلاط الاسري في رمضان وانتقال الفيروس الى الكبار في السن في الاسره انتهى بهم المطاف الى العنايه المركزه وانتهى يعني وانتهوا الى الى الوفاه. فالاسر اللي ما اخذوا الموضوع ما اخذ الجد انتشر بينهم لكن الغالبيه العظمى من القطريين المقيمين كانوا ملتزمين دكتور يستخدم عادة تصنيف R بالإنجليزية لوصف قياس أو قوة الفيروس في أي مرحلة دعنا نوضح للمشاهد بداية ما هو تصنيف آر وما هو تصنيف R الخاص بدولة قطر حالياً آر هي ترمز لكلمه انجليزيه يسمونها ريبرودكشن فاكتور يعني عامل تكاثر الفيروس وهذا مصطلح قديم يعني ظهر يمكن من الخمسينات في وصف قدره الفيروسات على الانتشار في اي مجتمع فعلى سبيل المثال الفيروس الانفلونزا عامل الار عامل التكاثر هو من واحد الى اثنين او من واحد ونص الى اثنين ونص عامل التكاثر بالنسبه لفيروس الكورونا هو من اه اثنين الى ثلاثه. عامل التكاثر بالنسبه لفيروس الحصبه اه اللي يسمونه ميزلز قد يكون من واحد اه بين واحد الى ثلاثه الى واحد الى خمسه. وهو معناها ان كل شخص مصاب، اي شخص مصاب بهذا الفيروس ينقله لكم شخص قبل ان يعني آه يختفي الفيروس من الشخص اللي نقل الفيروس للاخرين. فعامل التكاثر لفيروس آه آه الكورونا كوفيد آه 19 بشكل عام اول ما ظهر في الصين كان تقريبا واحد الى اربعه وبعدين انخفض الى واحد الى ثلاثه وبعدين ظل بين واحد الى اثنين الى واحد الى ثلاثه يعني كل شخص يعدي شخصين او ثلاث اشخاص. هذا العامل يستخدم من قبل الأخصائيين في علوم الوبائيات للتنبؤ بمدى انتشار الفيروس في الوقت الحالي أو في المستقبل خلال أسبوع أو خلال شهر عامل التكاثر إذا كان الشخص ينقله إلى فرضا ثلاث أشخاص إذا كان عامل التكاثر ثلاثة معناها الواحد ينقل إلى ثلاث أشخاص كل واحد من الثلاث اشخاص الثانيين بينقله الى ثلاث اشخاص اخرين. يعني بعد نقلتين بيصير بيكون صاب تسعه بالاضافه الى ثلاثه بالاضافه الى الاولي. <applause> وكل ما انتقل وكل واحد من التسعه راح ينقله الى ثلاث اشخاص. فبسرعه راح يتكاثر الفيروس. فاذا كان عمل التكاثر ثلاثه بعد اربع عمليات انتقال الشخص الواحد راح ينقل إلى واحد آه وثمانين شخص إذا كان عامل التكاثر على سبيل المثال واحد إلى اثنين بعد أربع عمليات انتقال راح ينتقل إلى 16 عشر شخص ففرق كبير بين واحد شخص و عشر شخص هل يمكن التحكم في عامل تكاثر الفيروس؟ نعم يمكن ممكن نحد من عامل تكاثر الفيروس ونخليه أقل من واحد إذا أقل من واحد معناها الشخص الواحد ممكن يعدي أقل من شخص شلون تقول واحد شخص الواحد يعدي أقل من شخص إذا أخذنا عشرة أشخاص مصابين بدال ما يعدون عشرة أشخاص كل شخص يعدي شخص واحد فرضا يعني إذا كان عامل التكاثر أقل من واحد لنفترض أنه كان عامل التكاثر فاصلة ثمانية معناها العشرة أشخاص راح يعادون ثمان أشخاص الثمان اشخاص اللي انتقل لهم الفيروس ما راح يعادون ثمان اشخاص راح يعادون ست اشخاص او خمس اشخاص فاذا كان عامل التكاثر اقل من واحد بعد فتره من الانتقالات راح يختفي الفيروس في المجتمع عامل التكاثر الطبيعي لفيروس كورونا الكوفيد 19 هو من اثنين الى ثلاث لكن مع الاحترازات مع التباعد الاجتماعي مع لبس الاقنعه مع استخدام الكحول المطهر مع العزل المريض بشكل مبكر، مع حجر المصابين اللي تعرضوا للشخص المصاب. هذه كل هذه العوامل تنزل من عامل التكاثر للفيروس الى اقل من واحد، واذا قد استطعنا نحافظ على معدل تكاثر للفيروس اقل من واحد على مدى عده اسابيع هذا راح يؤدي الى انخفاض كبير جدا في انتشار الفيروس في المجتمع. وفي النهاية قد يؤدي إلى في على مدى أشهر إلى انحسار كبير للفيروس في في البلد. عامل التكاثر لما ابتدينا في لما وصل الفيروس إلى دولة قطر كان كبير جدا كان يمكن يصل إلى واحد إلى خمسة. بعدين بسرعة نزل وأصبح واحد إلى ثلاثة. وبفضل الجهود الكبيرة اللي تم تطبيقها طبقتها الدولة في الحد من انتشار الفيروس في دولة قطر أصبح عمل التكاثر للفيروس الآن حول الله الحمد أقل من واحد والفضل الكبير يرجع يعني بالدرجة الأولى طبعا لحكومة دولة قطر في ذلك لكن أيضا لوزارة الصحة يعني قامت بجهد جبار وعلى رأسهم ساعدت وزيرة الصحة اللي الله يجزيها خير يعني كان لها الدور الأكبر في تحريك جميع القطاعات الصحية في المساعدة في الحد من انتشار الفيروس في الدولة وإنها يعني استطعنا أن, إن نخليه يوصل إلى المرحلة اللي إحنا فيها فكل هذه الجهود المتضافرة والتي تم تطبيقها على المدى الأسابيع والأشهر الماضية يعني بدنا نشوف ثمارها بدنا نشوف عامل انتشار الفيروس بدا يعني في التنازل والتناقص التناقص وصار اصبح اقل من واحد لكن يجب هذا ما معناه انه خلاص إن يعني نسترخي وانه خلاص نخفف من الحذر وان عامل الانتشار صار اقل من واحد ان يعني إن هذا الشيء خلاص يعني معناها ان ما نحتاج نتباعد لا هذا غير حقيقي لان اول ما هاي الاحترازات تقل ويقل الحذر راح عامل التكاثر راح يرجع يزيد مره ثانيه ويصبح اكثر من واحد ويرجعنا الى المربع الاول اللي كنا فيه فهو نزل عن واحد بسبب الجهود وبسبب الاجراءات وبسبب الاحترازات، فيجب ان نستمر في تطبيق هذه الاحترازات ونكثف ايضا جهودنا في تطبيقها والالتزام فيها حتى نحافظ على التنازل هذا المستمر لعامل التكاثر للفيروس في دوله قطر. طيب كيف يتعامل القطاع الصحي مع العدد الكبير للحالات الايجابيه؟ هو طبعا القطاع الصحي في دوله قطر العام، القطاع الصحي العام تحت مظله وزاره الصحه كان على يعني استعداد قبل وصول الفيروس الى دوله قطر، وكان هناك الكثير من الجهود والموارد التي تم صبها في القطاع الصحي العام والمتمثل في مؤسسه حمد الطبيه والرعايه الصحيه الاوليه ووزاره الصحه. في زيادة الطاقة الاستيعابية والعلاجية والطواقم الطبية والتمريضية بشكل كبير للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الحالات اللي تم التنبؤ بإصابتها. التنبؤات الوبائية في ذاك الوقت بينت أن عدد حالات التي الحالات التي ستستدعي دخول إلى المستشفيات تصل إلى الآلاف عدد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في العنايه المركزه، الحالات الحرجه تصل الى مئات. فيعني هذا كله تم ترجمته الى اجراءات فعاله في زياده الطاقه الاستيعابيه للمستشفيات التابعه لمؤسسه حمد الطبيه. من حيث زياده زياده عدد الاسره بشكل كبير جدا. يعني تم اضافه الاف من الاسره. للحالات الحاده وتم اضافه المئات من الاسره للحالات الحرجه وتم تجهيزها بالطواقم الطبيه والتمريضيه والصيدله والخدمات الطبيه المسانده وجعلها في يعني اوج الاستعداد والتاهب للحالات المتوقعه. وهذه طبعا يعني شفنا ثمارها وكما يعني ذكرنا انفا في الحديث ان عدد العدد القليل في حالات الوفاه في دوله قطر سبب من الاسباب الرئيسيه في 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 ذلك هو الاستعداد الكبير من حيث عدد الاسره في العنايه المركزه وتوافر الادويه الضروريه وايضا تجهيز الطواقم الطبيه والتمريضيه اللازمه لخدمه المرضى. <applause> طيب ما اهميه توجه الاشخاص الذين تظهر عليهم اعراض الى اجراء الفحص المبكر دكتور؟ من اللي لاحظناه في الاسابيع والاشهر الماضيه ان الحالات التي يتم الكشف عنها بشكل مبكر يكون نتائجها افضل، نتائج العلاج تكون افضل. فكل ما تم كشف الكشف عن الاصابه بشكل مبكر اكثر كل ما كان هناك فرصه للتشافي اكثر وذلك من خلال اعطاء الدواء بشكل مبكر. هذا نتكلم عن الحالات الحاده اللي تكون عندها اعراض غالبا تكون الاعراض عباره عن كحه يعقبها سخونه بعدين يعقبها صعوبه في التنفس. بعض الحالات تصيبهم اعراض اخرى بالاضافه الى هذه الاعراض او بشكل مستقل منها الم في البلعوم او انسداد في الجيوب الانفيه او فقدان القدره على الشم او الطعم لكن اهم الاعراض هي الكحه والارتفاع الحراره اكثر من 37.8 من عشرة والصعوبه في التنفس فكل ما تم الكشف بشكل مبكر عن الاصابه الحاده كل ما كان يعني الفرصه لاعطاء الدواء بشكل مبكر كان اكبر وكل ما كان احتمال الاستجابه للعلاج اكبر لان المعروف مع بالنسبه للاصابه بالفيروسات ان كل ما تاخر العلاج للإصابة للمصابين بالفيروسات التنفسيه كانت النتائج أسوأ وكل ما تم تبكير في العلاج كانت النتائج أحسن ولاحظنا أن هناك بعض الحالات تأتي إلى الطوارئ وهي حالة متقدمة وبشكل متأخر وعدد من هذه الحالات يعني للأسف انتهى بهم المطاف إلى الوفاة بما فيهم بعض يعني المرضى من الشباب الذي يأتي وعنده يعني تاريخ مرضي صار له ثلاث أيام بعض الأوقات أسبوع من الصعوبة في التنفس وارتفاع في الحرارة وكحة مستمرة لكنه يعني ما أخذ الموضوع بشكل جاد وما فكر أنه يجي إلى الطوارئ ولا اتصل بالرقم 999 من أجل إرسال سيارة, سيارة إسعاف إليه فهذا يعني أدى إلى عواقب أسوأ من غيرهم اللي جو الى المستشفى يعني بشكل مبكر، فاحنا نصيحتنا للناس بالذات الكبار في السن او اللي عندهم امراض مزمنه اذا طلعت عليهم اعراض الكوفيد اللي هي الكحه وارتفاع الحراره والصعوبه في التنفس انه ما ينتظرون ما ينتظرون يمر عليهم يومين وثلاث ايام قبل ما يجون المستشفى يا يعني اما يجون الى الطوارئ او انهم يتصلون بالاسعاف حتى يجيبهم الى الطوارئ. وهذا ينطبق على يعني الحالات اللي تم اكتشافها وما زالت في المنزل ولم يتم نقلها بعد بسبب يعني ان النقل بعض الاوقات يحتاج وقت يحتاج يوم او يومين لنقل المريض من المنزل الى المستشفى. فاذا الشخص خلال انتظاره لعمليه النقل من المنزل الى المستشفى ساءت حالته ما ينتظر اذا يتصلون فيه لازم هو يتصل بالاسعاف ويقول انا تعبت مثلا عندي صعوبه في التنفس في الحاله راح يرسلون له اسعاف بشكل سريع بحيث يجيبه إلى المستشفى طيب دكتور ما أهمية مواصلة التزام الأشخاص بالمعايير الوقائية في الوقت الحالي؟ هو المعايير الوقائية راح تكون نمط الحياة الجديد الفيروس ما زال موجود في العالم ما زال موجود في دولة قطر ولو أن المؤشرات في كثير من الدول يعني تشير أنها بدأ ينخفض عندنا كما ذكرت في دولة قطر الحمد لله يعني المؤشرات المبدئية تشير إلى نوع من الاستقرار وربما الانخفاض لكن الفيروس عنده قدرة على أن يرجع بسرعة ويرجع في موجة نفس الموجة الأولى وبعض الأوقات قد تكون أكبر لأن الفيروس كل اللي يحتاجه أن الأشخاص يكونون قريبين من بعض شخص مصاب مع شخص غير مصاب هذا كل اللي يحتاجه الفيروس على أساس أنه يرجع المفروض الإجراءات الاحترازية اللي أصبحت الآن يعني روتينية وأتوقع كل الناس حفظوها عن ظهر غيب اللي هي البعد المسافه الامنه، البعد الاجتماعي، المحافظه على غسيل اليدين، لبس القناع في خارج المنزل، عدم التزاور الاجتماعي، عدم مخالطه المرضى اذا كان واحد يبدو عليه المرض بشكل واضح، عدم الخروج للضروره. كل هذه الاحترازات يجب ان تكون جزء من الروتين اليومي في حياتنا اليوميه. حتى لو تم رفع الحظر او الـ رفع ال (Restrictions) على الـ على الـ الأعمال، على التجارة، على المولات، على الأمور الاجتماعية، حتى لو تم رفع الحظر واللي راح إن شاء الله يعني الدولة راح ترفعه بشكل متدرج وبشكل مدروس، هذا لا يعني ان الفيروس خلاص راح وان احنا في يعني امان من الفيروس، لا الفيروس ما زال موجود. فيجب ان يعني نقبل وان يعني نتعايش مع هذه الاجراءات الجديده ونجعل منها النمط الروتيني لحياتنا اليوميه على مدى الاسابيع القادمه وعلى مدى الاشهر القادمه. وهذه الاجراءات فعاله. تحمي الناس من الاصابه بالفيروس وتحمي ايضا اهلهم لان اذا هم اصابهم ما راح ينقلونه الى المنزل ينقلونه الى ذويهم الى اباهم وعمامهم وعماتهم والى بقيه افراد الاسره الى متى نستمر على هذا الحال آه هذا ما ينطبق فقط علينا في دوله قطر هذا ينطبق على جميع الشعوب في المنطقه وايضا ينطبق على جميع شعوب العالم يجب ان يتعايشوا مع هذه الاحترازات ويجعلونها روتين ونمط يومي لحياتهم اليومية حتى ظهور تطعيم فعال وآمن متى هذا راح يكون؟ نتأمل إن شاء الله يعني نتأمل خلال أشهر لكن من الصعب جدا التنبؤ بناء على المعطيات الحالية فيما يتعلق بالآخر التجارب على التطعيمات هناك بعض المؤشرات المشجعة أن التطعيم بعضها قد يكون فعال لكن لا نعلم لا, لا نعلم حتى الان متى بالضبط راح هذه التطعيمات تكون يتم الموافقه عليها بشكل رسمي واعتمادها ومتى راح تكون متوافره بشكل تجاري وبكميات كافيه وهل راح تكون فعاله لجميع الفئات العمريه او راح تكون يعني مفعولها اكثر للشباب واقل فعاليه للكبار في السن مثلا هذه الامور ما ندري هل راح يكون في تطعيم واحدة او اكثر من تطعيم ما ندري بس الكل متامل آه والكل متفائل انه ان شاء الله راح يتوافر التطعيم بناء على التجارب الحاليه والنتائج المبدئيه اللي تم نشرها ونتامل ان شاء الله انه يعني اما نهايه هذا العام او بدايه العام القادم او حتى منتصف العام القادم انه يكون في على الاقل تطعيم متوافر وإذا توافر هذا التطعيم وكان فعال وآمن في هذه الحالة إذا تم اعطائه لنسبة شريحة كبيرة من المجتمع في هذه الحالة نقدر نقول للناس يعني ممكن الآن تخففون من هذه الاحترازات ونرجع إلى نمط الحياة اللي كنا متعودين عليه قبل ظهور فيروس الكورونا. دكتور بالأمس تم الإعلان عن قرارات وإجراءات قد يعتبرها البعض مخففة في الوقت الحالي للإجراءات الوقائية ما هو توضيحك على هذا الموضوع؟ بالأمس اتخذ مجلس الوزراء الموقر قرار بتخفيف بعض الإجراءات التي تم تطبيقها في شهر رمضان المبارك وهذا القرار يشمل عدة أمور أولها كان عدد الأشخاص المسموح بهم الحد الأقصى المسموح به في السيارة الواحدة اللي كان اثناء رمضان كان القرار أن يكون شخصين بالكثير وتم تعديله الى اربعه اشخاص بالكثير ما عدا يستثنى من ذلك يعني الاسره الواحده اذا كان عددهم اكبر بالاضافه الى القرار فيما يتعلق بالتمارين التمارين الرياضيه خارج المنزل مثل الجري او المشي كان القرار في رمضان انه يعني يكون في منطقه السكن وليس خارجها. آه والقرار الجديد انه لا يسمح يعني للناس بممارسه الرياضه في مناطق غير مناطق سكنهم، كان القرار الثالث فيما يتعلق بالقناع اثناء ممارسه الرياضه كان الزامي في البدايه والان يعني تم اتخاذ القرار بان جعله غير الزامي اثناء الرياضه. فهذا لا يعتبر يعني رفع للاجراءات الوقائيه وللاحترازات. القرارات التي تم اتخاذها في رمضان كانت وقتيه فقط يعني لفتره يعني الجزء الاخير من رمضان وللعيد فتره العيد وذلك من اجل الحد من تزاور الناس واختلاطهم داخل السياره الواحده والحد من التزاور الاجتماعي والاختلاط بين الناس آه وايضا و و و نفس السبب عدم يعني آه او عدم السماح لمزاوله التمارين خارج المنطقه لنفس الاسباب الحد من آه انتشار الناس خارج منطقتهم وبالتالي قد يؤدي ذلك الى انتشار الفيروس وهذا كان ايضا كان هذا وقتي ولحظي فقط للجزء الاخير من رمضان وللعيد وهذا ادى غرضه هذه القرارات ادت غرضها وساعدت في الحد من التزاور وانتشار الفيروس بشكل اكبر ولله الحمد. والان اصبح يعني خلاص يعني ما لها داعي ما كان في داعي يعني ما اصبح ما في داعي للاستمرار فيها فاتخذ مجلس الوزراء القرار برفع هذه الاجراءات. فيما يتعلق بلبس القناع اثناء الرياضه يعني هو هذا كان يعني بتوصيه من وزاره الصحه وذلك يعني حرصا على الناس اثناء الرياضه انهم يعني يحصلون على يعني ما يكفيهم من الهواء من الاكسجين حتى ما يتعبون اثناء الرياضه وهذا قرار جيد جدا لكن احنا يعني من الناحيه الصحيه ننصح بشكل عام ان الانسان اذا كان يمارس الرياضه خارج المنزل فانه يعني يكون القناع معه في يده او في جيبه اذا اصبح على مسافه قريبه من الاخرين يعني مسافه ثلاث امتار او اقل مثلا يقوم يعني بلبس القناع واذا يعني بعدين اصبح على مسافه امنه من الاخرين يقوم يعني بخلق بخلق القناع اذا اراد ذلك. او انه يتجنب الاماكن المكتظه بالناس اللي يمارسون الرياضه يروح اماكن تكون يعني غير مكتظه بالناس. آه لكن بشكل عام يعني ممارسه الرياضه في الهواء الطلق تكون امنه وإذا كانت وإذا كان الشخص اللي يمارس الرياضة مش قريب من الآخرين أو إذا كانوا اللي يمارسون الرياضة مش على شكل مجموعة وطالعين مع بعض لأن هذا ما ينصح فيه لأن قد أفراد المجموعة ينقلون لبعضهم إذا كانوا قريبين من بعض حتى لو كانوا خارج المنزل في هذه الحالة يعني ينصح بلبس القناع وترك مسافة آمنة بينهم نعم الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس مركز الامراض الانتقاليه بمؤسسه حمد الطبيه شكرا لك دكتور على هذا اللقاء وقواكم الله ومشاهدينا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعه ودمتم في امان الله اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اذا كان هذا هو اللقاء الخاص الذي اجري مع الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد 19 وقد اجاب فيه على مختلف الاسئلة التي تهمكم. نعم وملخص القول ان تراجع الاصابات لا يدفعنا الى الاستهتار والمعايير الوقائية هي نمط الحياة الجديد. فالحذر والإبقاء على الاحترازات الوقائية كفيل بنجاة الجميع بالمختصر نحن في مراحل متقدمة ولله الحمد فالاستهتار قد يعيدنا للوراء وهذا الشيء إن شاء الله إحنا ما نبي نفس ما ذكر الدكتور عبد اللطيف الخال نحن في مراحل متقدمة لكن لا تدعو أبدا للاستهتار بالإجراءات الاحترازية صدقت يا عبد الله إذا مشاهدين الكرام في هناك أيضا إنجاز طبي يدل على قوة قطاعنا الصحي كما نوه الدكتور الخال، تمكن فريق من الجراحين في مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية من إجراء عملية قلب مفتوح لمريض يبلغ من العمر 43 عاما مصابا بفيروس كورونا كوفيد 19. للحديث عن هذا الموضوع يشرفنا استضافة الدكتور عبد العزيز الخليفي، إستشاري في جراحة القلب في مستشفى القلب بمؤسسة حمد. الطبيه، حياك الله معنا دكتور وسعداء بتواجدك في برنامج المسافه الاجتماعيه وكذلك نهنيكم على نجاح هذه العمليه، بلا شك كان الامر متعب وشاق عليكم ولكن في نهايه المطاف تكللت بالنجاح فلو ناخذ مختصر عن هذه العمليه وعن طبيعتها وكذلك تفاصيلها. أه الله يحييك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالفعل هذا المريض اللي هي كان يعاني من مرض في تصلب الشرايين وكان عنده تقريبا ثلاثة شرايين من سدة وصل المستشفى الأسبوع اللي مضى وكل المرضى اللي يوصلون المستشفى عندنا لهم بروتوكول وعناية خاصة ممتاز. أحد الأشياء هذه هو أن نعملهم فحص الكوفيد فاتضح أن عنده فحص الكوفيد فقمنا طبعا بعزل المريض والعنايه بشكل خاص واجرينا له قسطره علشان نتضح يتضح لنا أي شكل الشرايين اللي كان يعاني منها لان الجو كان يشتكي من الم في الصدر. فبعد ما اكتشفنا ان عنده مرض شديد للشرايين وظلت الام الصدر موجوده عنده هو ترى اسبوع دكتور هو يشتكي او يعاني من امراض الصدر لمده اسبوع نعم يعاني من أمراض الصدر لمدة أسبوع قبل وصوله المستشفى صحيح وهذه نقطة مهمة جدا ممكن نتكلم عنها في السابق واللي لها علاقة بأن المرضى يتأخرون في الوضع الحالي هو اللي خوفهم من الكوفيد صحيح فيتجنبون يجون المستشفى خوفا من أن يصيبهم الكوفيد نعم بس مرض القلب مرض شديد على كل حال قمنا بعمل فريق من أطباء وممرضات وعملنا له خطة كاملة اتفق الفريق ان نعمل العمليه يوم الاحد والحمد لله عملنا كل المطلوب والتزمنا بجميع القوانين اللي لازم نلتزم بها في اثناء عمليه زي هذه والمريض الحمد لله في احسن حال في الوقت الحاضر دكتور عبد العزيز احنا اول نشكرك جزيل الشكر يعني مستشفى جراحه القلب في قطر في مستشفى حمد يعني بعض المرضى يفضلون العمليات في قطر عن الخارج بسبب الجهود التي تبذلونها وتستحقون الشكر منا ومن المواطنين المقيمين على ذلك ونأسف يعني ربما احنا وصلنا الختام احنا ودنا نطول معاك ناخذ ربع ساعة عشر دقائق يعني لكن لنا ان شاء الله عودة معاك ان شاء الله في الحلقات القادمة ولكن قبل نهاية اليوم دكتور عبد العزيز باختصار يعني انت موجود معنا الان على الهواء مباشره كثير من المرضى الذين عملت عمليات يشاهدونك الآن ما هي نصيحتك للمرضى ولمن يعانون قلب مثل أه ما قلت أنا من دقيقتين أن نلاحظ أن كثير من المرضى يجون المستشفى ويتضح أن كانوا يشتكون من ألام الصدر أو من ضيق في التنفس أو من ماء على الرئتين لفترة في بعض الأوقات تكون أسبوعين ثلاثة أسابيع أو شهر نعم. فمرض الكوفيد في الوقت الحاضر والجهود اللي تبذلها الدولة واللي تبذلها وزارة الصحة أصبح خطرة محدود جدا والدولة متمكنة منه بشكل جدا محترف فيبقى مرض القلب أخطر بكثير من مرض نعم الكوفيد في الوقت الحالي نعم فلازم لازم يا جماعة الخير ما تتأخرون صحيح أول ما تحس بأمراض القلب أو بأعراض القلب تيجي المستشفى وعندنا الطاقم كامل يقدر يعتني بك كنت عندك كوفيد او ما عندك كوفيد نقدر نحل اي مشكله تواجهك من ناحيه القلب شم. ومن ناحيه الكوفيد ايضا. نعم دكتور آه فيروس كورونا له تاثير آه على القلب والجهاز آه التنفسي، هل هنالك حالات مصابه بفيروس كورونا يصعب اجراء عمليه لها؟ آه طبعا اذا جاء المريض وعنده آه مرض الكوفيد متفقم فيه واصبح منتشر في جسمه اول عضو في الجسم اللي هو يتضرر من مرض الكوفيد هو طبعا الرئه فيسبب التهابات شديده في الرئه يسبب التهابات شديده في القصبة الهوائيه نعم. يسبب ضيق في التنفس ممكن ان الانسان يصيده هبوط في التنفس ويضطر ان يدخل على ماكينه التنفس الصناعي نعم. ففي هذه الحاله واذا قدرنا نحل مشكله القلب بشكل مؤقت نفضل ان نتاخر ونؤجل عمليه القلب الى ان تشفى الرئتين من مرض الكوفيد. لان اذا اجتمع مرض الكوفيد مع عمليه قلب خطورتها تصير جدا جدا شديده. نعم. فنفضل دكتور التاخير. دكتور عبد العزيز الخليفي الحقيقه يعني احنا لابد ان يكون معك لقاء في الايام القادمه. آه لاثراء البرنامج ايضا بهذه المعلومات وبالاخص في مثل هذه الحالات، هناك الكثير من الحالات نريد ان نستوضحها من خلال برنامج المسافه الاجتماعيه، نشكرك الحقيقه على حضورك اليوم معنا ونود لكم التوفيق وكذلك صبرك معنا الى نهايه البرنامج ولكن باذن الله سوف يكون لنا لقاء اخر معك عن قريب في برنامج المسافه الاجتماعيه، شكرا على حضورك الكريم وكذلك نهنيكم مره اخرى بنجاح هذه العمليه. جواكم الله دكتور تسلم شكرا نعم اذا مع الدكتور عبد اللطيف الخال الذي على العديد من الاسئله والدكتور عبد العزيز ايضا مع الانجاز الجديد ونجاح هذه العمليه نكون وصلنا لختام حلقه اليوم اذا مشاهدي الكرام نلتقيكم الاسبوع المقبل يوم الاحد الى اللقاء وكما نوهنا زملاء الكرام ستكون حلقات يوم الاحد والثلاثاء والخميس باذن الله الى اللقاء مشاهدينا مستمعينا الكرام